بعض الناس إذا شم رائحة معينة يصاب بماذا؟ بالعطاس مباشرة، ويصاب أيضا بالسيلان، بسموه عنده تحسس. فمثل هذا الشخص معذور ألا يقبل هذا الطيب، أو يصاب بماذا؟ ما هو الجيوب السيلان، يصاب بماذا؟ يصاب بالصداع. فبعض الروائح إذا شمها أحدهم فيصدع، وبعضهم تزيف معدته ويوشك على الغثيان، يعني راجع. وهذا حقيقة أقوله بسبب أني عملت في الطيب وبيع الطيب لمدة 5 سنوات، فمر علي مثل هؤلاء القوم نفر كثير. ودائما نصيحة دنيوية فيما يتعلق بالطيب، ها نصيحة دنيوية وهي تخدم الناحية الشرعية. دائما إذا وضعت الطيب على نفسك فاجعله على ذوق غيرك وليس على ذوقك. دائما إذا وضعت الطيب على نفسك فاجعله على ذوق غيرك وليس على ذوقك. جاءني أحدهم وقال: يا شيخ أريد أغلى أنواع الطيب وأفضل أنواع الطيب. قلت: الأغلى والأفضل يختلف من شخص إلى آخر. قال: إذن أعطني النوع الفلاني وهو غالي الثمن. فقدمت له الطيب، فقال: لكني أريد أن أصارحك وأنت مثل أخي وما شابه. قلت: ماذا؟ قال: زوجتي تكره هذه الرائحة مع أنها غالية، انظر ما أجملها. قلت له: يا أخي، زوجتك الظاهر أنها ابنة مدينة، ابنة عمان أو ما شابه. قال: نعم. فقلت له: نساء عمان لا يقبلن مثل هذه الرائحة. قال: شو العمل؟ قلت: خذ هذا الطيب لنفسك واجعله على نفسك، وهو أرخص بكثير مما طلبت، ورد لي الجواب. فإذا به يقول: شو يا شيخ الرائحة اللي أعطيتني إياها، شو هالطيبة؟ قلت له: يا أخي بس توكل على الله روح. فإذا به يتصل بي بعد أيام ويقول لي: جزاك الله خيرا، زوجتي فرحت بالرائحة التي علي بمثل هذا الطيب. فقلت له: سبحان الله، ألم أقل لك يا أخي جزاك الله خيرا؟ فإذا إذا أردت أن تجعل على نفسك الطيب فماذا؟ اختر على ذوق غيرك وليس على ذوقك. وهذا يذكرني بأحدهم وهو يعمل في الطيب والعطور، زارني مرة فإذا به يجعل على نفسه طيبا برائحة الخراف، رائحة غنم، وهو من أغلى أنواع الطيب، لكن عند أهله. فعندما قدم، وأنا طبعا بقى طيب أشم الرائحة عن بعد، شوف، قال: ها جبت لك إياه، شو جاي تنتقم مني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لك مكافأة. فإذا بالرائحة تكاد تصل إلي، تكاد تصرعني. طبعا استضفته لأنه يعني بصراحة يعني من الأصهار، يعني أخو زوجتي، فكيف بدي أستقبله؟ فدخل إلى بيتي وهو طبعا تاجر عطور معروف جدا، فجلس. قلت له: يا جزاك الله خيرا، لكن انت بتعرف احنا هذا الطيب لا نتقبل ولا ونؤذى. وقال: يا شيخ توكل على الله، احنا هالمرة حطيناها عدو بجوز ندمان بس ما بكابر يعني، ولا حول ولا قوة. رائحة الخراف هذا اغلى نوع بالطيب، بتشم خروف ماشي على الارض كيف يوم الاضاحي وانت في الزريبة بتدور على خروف، نفس الريحة هاي إلها ناسها.
هذا بيعشق ريحة الخروف وريحة الغنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قابلت أحد طلبة العلم ولن أنسى هذا الموقف أبدا، عندما دخلت القاعة الخاصة في الجامعة الأردنية، وهي قاعة خاصة للكتب القديمة لا تفتح إلا من قبل الموظف ويدخل معك، شو الكتاب اللي بدك إياه؟ تفضل اتفرج عليه، صور منه، ولا تكون مفتوحة. فكلما دخلت هذه الغرفة فاجأتني رائحة قوية جدا، رائحة الكتب القديمة. فكان معي أحد طلبة العلم، وكان في ذاك الوقت الكتاب لا يمكن أن تتصور طالب علم في كل أسبوع لا يشتري كتابا، لا يمكن. وكان حقيقة هو من أكثر الناس شراء للكتب فيما أعلم، ودخل معي طبعا يعني ونريد أن نبحث شيئا، فكانت المفاجأة الرائحة. ثم عدنا بعد فترة الرائحة، قال ما لك؟ قلت رائحة الكتب بسبب الإغلاق قوية جدا. قال لو سمحت. قلت له شو؟ قال أريد رائحة طيب بمثل هذه الرائحة. الله أكبر، يعني يريد أن يعطر نفسه بطيب رائحة الكتب من كثر ما بحب إيش الكتب، وبحب القراءة وبحب يعيش بين الكتب. وانت شو الريحة اللي بتحطها حالك بتحبها حالك؟ لا كتب ولا خرفان ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا جماعة الناس أذواق، فإذا أذن الشرع أن الشخص إذا قدم لك طيبا وأنت تتأذى بمرض أو بسيلان أو بصداع أو ما شابه، فلك أن ترفض أن يطيبك. وبالتالي أعطيناك النصيحة الدنيوية التي تخدم الأمور الشرعية، أنك تدخل الفرع على قلوب إخوانك، أن تتطيب على ذوق غيرك.